بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم مشاركين في المؤتمر لجمعية الخليج العربية واليمن، ونحن سعداء جدا في البلد الثاني لليمنيين في المملكة العربية السعودية، ونشكر القائمين عليه وعلى حسن الضيافة والترتيب. ومؤتمر كان صراحة مغطي جميع الفقرات الخاصة بالقلب، ونتمنى لكم مزيد من التوفيق والنجاح، وشكرا. بالاخر وش اورجانيزاسيا ديليا ايتات كونفرنسيا، انا مني اوشن برا بلاس، مني برا بلاس اولسو توجه قست بري مستفا سعودي سعودي عربي اورجانيزاتري يا اوشن راد بيت في ايتات كونفرنس بري خليا زيمنا. I am Badr Al-Nizi, cath lab technologist, and I came here to attend some of the informative sessions that are being arranged by the Saudi Heart Association, and seems to be well organized, well informative, and I love the ambience. It's quite difficult to attend all sessions because we got more than a place, but. But I would love to thank them very much for this beautiful organization. I would love to tell them my appreciation, and I would love to attend next year again. Thank you very much. يعني من الواضح أن في تحسن كبير في في تنظيم المؤتمر. المؤتمر بالنسبة للقلب يعتبر هو يعني أكبر تظاهرة على مستوى المملكة. إحنا لدينا الحمد لله كثير من المراكز الطبية المتقدمة الآن اللي تستحق الحقيقة وجود مثل هذا المؤتمر بشكل مستمر. نشكر جمعية القلب السعودية على استضافة هذا المؤتمر العالمي الكبير في مجال طب في مجال القلب، والذي يعني كما نشاهد هنا حضر إليه من مختلف دول العالم وفي جميع المراكز المتخصصة والمستشفيات. شكرا لكم. المؤتمر اليوم كان مرة تنظيمه حلو، بس بداية الأمس اللي كان شوي عشان الريجستريشن، فاليوم كانت مجموعة الجمعيات والجروبات كانت تعطي إعلانات، كانت تسوي عروض شرح اكسبلينيشن عن أنواع المشين، كان في بعض البروسيجرات تنعمل هنا، كانت أشياء مرة حلوة صراحة ونقدر نستفيد منها. إذا قلنا هلا يا السلام على رسول الكريم. حقيقة سعدت اليوم يعني أيما سعادة بهذا اللقاء وهذا المؤتمر وهذا العرض الرائع الحقيقة، اللي حاول أنه يربط الأدب بالطب بالترفيه، فكانت الحقيقة يعني افتتاح لهذا المؤتمر أكثر من رائع. والله سعدت جدا، أتمنى لكم والله كل التوفيق فيه، وإن شاء الله أنه نشهد المؤتمر القادم بإذن الله ويكون أيضا أكثر من كذا إن شاء الله. طبعاً إحنا بهرنا حقيقة بما شاهدنا، أتمنى لكم الله كل التوفيق. جمعية مميزة، جامعة الملك سعود يعني لا ترضى غير التميز، وقبل 3 سنوات بدأنا تقييم صارم ودقيق جداً للجمعيات لثلاث سنوات على التوالي، خلال فترة رئاسة الدكتور هاني نجم وخلال فترة رئاسة الدكتور خالد الحبيب. الجمعية دائما متميزة ومن أميز المتميز ما شاء الله، لثالث سنة على التوالي هي من في قائمة جمعيات معالي مدير الجامعة المتميزة. أيضا مثل ما ذكر سعادة الوكيل، حفلها كان متميز، اللمسات اللي فيه متميزة. نشكر كل القائمين على هذا الحفل الكريم، ونتمنى لهذا المؤتمر النجاح وللجمعية المزيد من التقدم. وعافاكم الله. انطباعي مجروح فيه، لأنه أنا جزء من هذه المؤسسة، وطبعا دكتور خالد يعني صراحة هذا النجاح نجاح لنا كلنا جميعا، نفتخر فيه. وهذا فريق عمل متكامل، دكتور خالد، دكتور عبد المجيد، دكتور حسام الفالح. أنا سعيد جدا إن أنا جزء من هذا الفريق المتميز،
وأتمنى أن يبقى الحماس وتبقى التقدم في جمعية القلب. دكتور خالد. والله المشاعر تعجز، لكن أقدر أقول أنه أعتقد من الأسباب الأساسية للنجاح بعد فضل الله عز وجل هنا أن احنا نتعاون مع بعض كأخوة. فأنا أعتبر دكتور هاني، دكتور عم مجيد، دكتور حسام، نتعامل مع بعض كأخوة وليس فقط كزملاء، وهذا اللي هو اللي يصنع الفريق. نتعامل مع بعض كفريق يعني يتعاون مع بعضه على مدى سنوات. هذا المؤتمر أخذ شهور وشهور من التعب، وفضل الله عز وجل توج هذه الأيام بافتتاح رائع. تشرفنا اليوم بوجود دكتور أحمد العامري، دكتور أحمد الغدير، دائما يشرفونا، وجامعة الملك سعود ورانا، وهذا دعم قوي جدا لنا، ونشكركم على حضوركم ويعني شرفتونا، جزاكم الله خير. شكرا. في عدة أشياء، أولا هو حرك قلوب الجالسين ومن يسمعونه، وثانيا الشابات أبدعنا في طريقة الإلقاء، والذين أسسوا الأوبريت من ناحية الكلمات والتلحين أيضا أبدعوا، فالفائدة قوية جدا من الأوبريت هذا، ونرجو أن ينشر حتى بالتلفزيون السعودي. يا أخي والله يعني الحفل كان مميز، خاصة في جانب الأوبريت كان بالنسبة لنا مفاجأة، أول مرة هذا يحصل في مؤتمرات جمعية القلب الخليجي وحتى الصواب في جمعية القلب السعودية، وكان شيء مفاجئ وجميل وله علاقة في الطب وفي القلب، وصراحة أبدعوا البنات في هذا المجال، وعموما الحفل كان جيد ومناسب جدا، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للمؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حفل الافتتاح كان بسيط لكن ترك بصمة يعني في قلوبنا جميعا، يعني سواء كان الأوبريت نفسه أو توزيع الجوائز هذه، وتمنى التوفيق للجنة المنظمة والجميع الحاضرين. والله الحفل اليوم كان ممتاز، وكان الحضور كبير، كان الحضور يشمل الممثلين من أغلب دول الخليج. الحمد لله يعني كان المؤتمر المواضيع المقدمة فيه شملت كل مجالات التقدم في طب القلب وجراحة القلب، وإن شاء الله تكون السنوات القادمة إن شاء الله من هالمستوى أفضل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الانطباع عن الحفل أنه كان بيجمع ما بين البساطة وما بين الفكرة، الهدف من الحفل أنه جاب التجمع العربي دول الخليج، وبعد كده اتكلم على السعودية، وبعد اتكلم على النصيحة الطبية، فهو بصراحة كان في بساطة، بالإضافة للملائكة الصغيرين اللي كانوا جايبينهم، دي جديدة وكانت مفاجأة، يعني أنا بالنسبة لي كانت مفاجأة وكانت مبهجة، وكانت عاملة زي العطر الجميل في للحاضرين كلهم. جزا الله القائمين على الحفل وعلى المؤتمر خير الجزاء، ونشوفكم إن شاء الله المرة الجاية تكون أفضل وأفضل بإذن الله. يعني كان تغيير جميل، وكان الكلمات معبرة جدا، واستمتعت فيه كما استمتع فيه الحضور. أتمنى أن نرى مثل هالجهود تتكرر إن شاء الله، ومن أحسن إلى أحسن. أنا روان الحمد، الهيد أوف أدلت كارديو كاث لاب في الكينج فهد ميديكال سيتي. حضرت أنا حفل الافتتاح الفعلي للمؤتمر القلب السعودي وجمعية القلب الخليجية. طبعا الحمد لله المؤتمر كل سنة يتطور ويصير أحسن من الأول، وفي أفكار جديدة، وفيها كمان هيوج أبديت في الكارديولوجي والإنترفنشن فيلد، وجدا مفيد. حفل الافتتاح كان جدا أكثر من رائع، يعني I haven't been to such a ceremony like that. جدا رائع. للأمانة أنا حضرت، عجبني في الجدول يوم الجمعة، قررت أني أحضر يوم الجمعة. طبعا المادة العلمية اللي حضرتها جيدة، كان البروفيسور روبرتو فراري من إيطاليا. أنا أعتقد إنه قلة العدد الزائرين من الخارج كانوا قلة، وهذا طبعا يؤخذ ضد المؤتمر، كان المفروض إنه العدد يكون أكبر من كذا. عندي خوف من عدم استمرار الوهج اللي يأخذه اجتماع القلب جمعية القلب السعودية في الأيام القادمة وفي السنوات القادمة، لأنها تنظم بجهة واحدة دائمة. وأنا أعتقد من الأفضل أنه تكون جميع المنشآت الطبية السعودية وعندنا والخليجية كذلك، عندنا منشآت طبية عملاقة، عندنا مثلا المستشفى العسكري مركز الأمير سلطان لأمراض القلب، أعتقد هو القيادي في المملكة العربية السعودية، فلابد أن تمرر الجهات التنظيم، يمرر على هالمنشآت
الطبية المشهورة في المملكة العربية. أنا أعتقد كان الأولى أنه في الرياض مثلاً يمر على جميع المنشآت الكبيرة، في جدة كذلك، في جميع مدن المملكة، ثم في الخليج. هذا أنجح منه، يريح الجهة المنظمة اللي كل سنة تعاني نفس المعاناة. ثانياً يعطي نوع من التحدي في الخلق، في التحدي في النجاح. عندما أكون أنا مسؤول السنة القادمة لا بد أن أنجح أحسن من السنة اللي قبلها وهكذا، فأنت تضمن معيار عالي للتحدي للنجاح. هذا في الأخير ينعكس على جمعية القلب السعودية. Each year I've come to the SHA meeting, it seems to me to go from strength to strength, with people learning lessons each year. In particular, I've been impressed by the quality of the simultaneous sessions. I'm a children's cardiologist, but it's good for me to get out and listen to some of the other sessions outside of children's cardiology. There have been superb sessions on imaging, reviews of epidemiology, patterns of heart disease in the Middle East, which are important for those of us who are dealing with children to know what the problems are that are coming further downstream for the adults in the Middle East. It's been superbly coordinated. Chairmanship of the individual sessions has been of a very high quality. And it's one of those meetings in which I'm always delighted to come back, not just for professional reasons, but because of long ties and associations with the kingdom, to see many old friends. I don't always recognize them. You know, we tease each other that 30 years ago when I first came, they had a handsome black beard. Now they expect me to recognize them immediately with their handsome white beard. This gets more difficult. But it's always a pleasure to come to the Saudi Heart Association meeting. أول أحب أن أسجل إعجابي بمؤتمر جمعية القلب السعودية الخليجية 24 لعام 1434. حقيقة المؤتمر تميز بتنوع المواد العلمية المطروحة فيه ومتابعة الجديد في أمراض القلب. ومما يميز المؤتمر في هذا العام كذلك تكوين جمعيات تخصصية في أمراض القلب، كجمعية القسطرة التداخلية وجمعية الأشعة الصوتية للقلب وكذلك جمعية قصور عضلات القلب. وكل هذه الجمعيات كان لها حضور جميل في المؤتمر وترتيب في المعرض المؤتمر كذلك. فأتمنى من الله عز وجل توفيق للقائمين على هذا المؤتمر، وكذلك أتمنى المزيد في السنة. الحمد لله المؤتمر الجمعية السعودية للقلب 24 حقيقة مؤتمر ناجح جدا بكل المقاييس من فضل الله سبحانه وتعالى. عالي التنظيم، وأنا كنت أحد المشاركين بمحاضرة البارحة يوم الخميس. حقيقة كاستشاري قلب أطفال أقدر أقول إنه مستوى المحاضرات اللي قدمت كان مستوى عالي جدا، والمشاركة العالمية كانت مشاركة جيدة في جميع نواحيها. المؤتمرات هذه الحقيقة مفيدة جدا لنا، بحيث أننا نلتقي بزملائنا في المهنة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وأيضا من خارج المملكة العربية السعودية، سواء في دول الخليج أو العالم. وكان في هذا المؤتمر حقيقة شيء إضافي ممتاز، ألا وهو مشاركة جمعية القلب الخليجية في هذا المؤتمر، في مؤتمرهم العاشر الذي انضم إلينا هذه السنة، وكانت إضافة الحقيقة رائعة جدا. مستوى المحاضرات سواء كان فيما قدم من المستوى العلمي أو ما استحدث في مجال قلب الأطفال كان مستوى عالي جدا، وأسأل للجميع التوفيق، وأشكر للإخوة القائمين على المؤتمر جهودهم، وصلى الله وسلم. حقيقة الحفل الافتتاح السنة هذه لجمعية القلب الخليجية وجمعية القلب السعودية كان مميز ونقلة نوعية حقيقة بالأوبريت الأطفال الذي عمل حقيقة، وكان حقيقة مميز جدا جدا حقيقة. حقيقة السنة هذه حقيقة احنا قسطرة القلب، مجموعة قسطرة القلب تطورت إلى جمعية تحت مظلة جمعية القلب السعودية، وإن شاء الله المؤتمر الأول لها حيكون في نوفمبر إن شاء الله من
عامل من هذا العام إن شاء الله في الدمام. شكرا. At the end we recruited a team of more than 70 participants. The organization of the event is not a one-man job, it's a team. As we always say in our training sessions, a team stands for together everyone achieves more. So constant meetings were taking place. We decided that the best way to do this is by actually putting different teams with different delegations. So we delegated the tasks into four separate categories. Every team knows exactly when he's going to function, how he's going to function, and the way of processing to get things done. This when it comes to the infrastructure, I would really like to thank actually the people behind this. Dr. Waleed, Habib, Dr. Khalid. I'm Mitha Naimi from Jamaat Al-Imarat. I'm the coordinator of the Heart of the Khaliji and the Heart of the Saudi Arabia. I'm with 36 students from the Emirates from Jamaat Al-Imarat. حبينا نشارك في هذا المؤتمر العظيم، مؤتمر جدا ضخم، أول مرة في حياتي أشارك في مؤتمر بهذا الحجم، مؤتمر جدا رائع، احتوى كل المستويات، مستويات الطلبة، النيرسز، الدكتورز، كان على مستوانا وفوق مستوانا، ناقش كل القضايا الكارديولوجي اللي تخص يعني اللي تخصص الكارديولوجي ويعني كتخصص الطب. بسم الله الرحمن الرحيم، الدكتور أنور جمشير من البحرين. الحمد لله، يعني طبعا هذه المؤتمر من اكبر المؤتمرات اللي حضرتها أنا في الشرق الاوسط، خصوصا بما يتعلق باللجنه الخليجيه، مؤتمر القلب الخليجي، والحمد لله صار هاي السنه. مرة حلوة، ودربنا أسبوع كامل عشانكم، وإن شاء الله نسوي أحلى.